يقول: كنت جالسا بالمسجد ثم ذهبت لأتوضأ خارج المسجد، فهل إذا عدت يجب علي أن أصلي ركعتين؟ لا، أولا صلاة تحية المسجد ليست واجبة، وإنما هي سنة لمن دخل المسجد وأراد الجلوس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا خرج للوضوء أو لحاجة بنية الرجوع فإن هذا في حكم الباقي في المجلس في المسجد، ليس عليه تحية مسجد إذا رجع، لأن رجوعه متصل بجلوسه الأول. نعم.